للوقوف أكثر عند تداعيات إلغاء مرسوم تعيين بطريرك الطائفة الكلدانية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والباحث العراقي السيد بهاء خليل. أستاذ بهاء، بداية مرحبا بك. ما هو السند القانوني الذي استند عليه رئيس الجمهورية لإلغاء مرسوم تنصيب بطريرك الكنيسة الكلدانية؟ نعم، في البداية تحياتي لحضرتك. قد يكون المرسوم الذي صدر لسحب المرسوم السابق اللي صدر عام 2013 هو طريقة لمحاولة تصحيح خطأ كما قال بيان رئاسة الجمهورية، لكن في الحقيقة هو من الواضح بأنه هنالك استهداف سياسي من خلال استصدار قرار بسحب المرسوم السابق وإلغاء تنصيب بطريرك الكلدان في العراق في تلك الفترة. هذا الاستهداف الغرض منه بالحقيقة هو يعني تحجيم شخصية دينية كبيرة مثل بطريرك الكلدان في العراق والعالم بطريقة تجعله قد يكون يعني في نظر البعض أنه لا يستحق مكانه في نظر الحكومة طبعا، لكن في الحقيقة واضح أنه هنالك صراع سياسي، والصراع السياسي هو من أثر على هذا القرار، خصوصا بعد أن تحرك جماعة بابليون أو ميليشيا بابليون نحو رئيس الجمهورية للضغط عليه من أجل استصدار. إذن زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني هو من ضغط على رئيس الجمهورية لاستصدار هذا القرار؟ نعم، هم ذهبوا إلى رئيس الجمهورية النفوذ والسطوة للميليشيات. نعم، هم ذهبوا إلى رئيس الجمهورية وطلبوا منه سحب هذا المرسوم الجمهوري الصادر عام 2013، وللأسف انصار رئيس الجمهورية لهذه المناشدة أو لهذه الطلبات التي طلبتها ميليشيا متهمة بارتكاب جرائم في مدينة الموصل وجرائم ضد الإنسانية. يعني قام رئيس الجمهورية بهذه الطريقة بصراع الميليشيات أو محاولة الميليشيات فرض سيطرتها على مدينة الموصل وعلى الأقليات اللي موجودة في مدينة الموصل. هذه تعتبر سابقة خطيرة، كان من المفروض أن يكون رئيس الجمهورية أكثر حنكة في اتخاذ قرار في هذا الشأن. طيب أستاذ بهاء خليل، يعني الاستهداف الكثير أو البعض يرى بأنه جاء بسبب موقف بطريرك بطريرك من دستور عام 2003 من بريطانيا، هذا الدستور الذي كرس الطائفية، لذلك جاء هذا الاستهداف بناء على موقف البطريرك من الدستور، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم، هو مشكلة الدستور، شوف الدستور أيام الاستفتاء اللي جرى حول الدستور، الثلاث محافظات العراقية اللي رفضت تمرير الدستور في ذلك الوقت هي معروفة، الأنبار وصلاح الدين والموصل، وشابت كثير من عمليات يعني الشبهات حول موضوع الاستفتاء اللي صار في محافظة الموصل بالتحديد، وبالتالي تم تزوير نتائج الاستفتاء وتم تمرير الدستور في تلك الفترة. المسيحيين يتركزون في مدينة الموصل، والرفض اللي جاء أساسا بسبب التفاصيل اللي موجودة في الدستور والتي تجعل يعني بحسب نظر المسيحيين بأنهم أقلية وتسلبهم حقوقهم، وبالتالي محاولة تعديل الدستور يعني هو طلب مشروع لأي عراقي ممكن يتقدم بطلب لتعديل الدستور. أما اللي فعله البطريرك دوي ساكو في زيارته، هو استغل الزيارة باعتبار أن بريطانيا مسؤولة كمسؤولية أمريكا عن هذا الدستور اللي تم تمريره في تلك الفترة، وبالتالي عليها تصحيح الخطأ اللي حدث، واستغلال هذا التصريح اللي صدر منه أو هذه المناشدة اللي صدرت منه تجاه البريطانيين استغلالها في هذا الوقت جاء بنفس الوقت مع طلب ريان الكلداني من رئيس الجمهورية سحب المرسوم الخاص بتعيينه، لكن هو الجميع يعلم بأنه تعيينه لا غير مرتبط بمرسوم جمهوري، صحيح هو شيء شكلي وغير مرتبط بمرسوم جمهوري لكنه مهم. أستاذ بهاء، يعني الكثير من المراقبين ومثل ما تحدث قبل قليل مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني قال بأن العراق يخلو من القانون، يخلو من القوانين. هنا في موضوع آخر، ولكن هنا يطرح موضوع القانون في العراق، عندما يكون هناك زعيم ميليشيا متهم بارتكاب جرائم حرب وهو ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون،
ويتم استقدام بطريرك الكنيسة الكلدانية. في هذه الحالة من وجهة نظرك مع غياب القانون، إلى من ترجح الكفة؟ من الذي سينتصر؟ أنا أرى بأن هذه الحركة يحاول ريان الكلداني تصدير نفسه كرئيس للمسيحيين أو كممثل للمسيحيين في العراق. أعتقد بأن هذا لن يمرر، يعني لن يستطيع غياب القانون أن يفعل شيء، لأنه البطريرك ليس فقط للعراقيين إنما للعالم أجمع، وبالتالي راح يستفز مشاعر كل المسيحيين اللي موجودين في العالم، حتى الدول اللي يعني تدعمهم من ناحية محاولة إعادتهم إلى العراق واستقرارهم فيه. فتصريحات مثل هذه، محاولة أنه تعرض للبطريرك من خلال اللا قانون بهذه الطريقة، أعتقد أنه سيواجه بردة فعل كبيرة سواء من داخل العراق أو من خارج العراق. لذلك لا أعتقد هو مجرد شيء شكلي يحاول، مثل ما ذكرت لك، يحاول بها ريان الكلداني أنه يطرح نفسه كممثل عن المسيحيين في العراق، لكنه كإجراء لا أعتقد أنه بإمكانهم أن يعني يتحركون تجاه. طيب أستاذ بهاء، المسيحيين خرجوا في تظاهرات يعني منددين ورافضين لهذا الاستدعاء القضائي لبطريرك الكنيسة الكلدانية، وهذا أمر يعني يعتبر ضرب لرمز من رموز المسيحيين في العراق. يعني هذا في حين هناك دعوات من الحكومة تصدر بين الفينة والأخرى تدعوهم للعودة إلى العراق مرة أخرى بعد أن هجروا من بلدهم في ضوء مشروع التغيير الديموغرافي. كيف تنظر إلى يعني المشهد المقبل؟ كيف تنظر إلى واقع المسيحيين في ظل هذا الرفض لاستدعاء بطريرك الكنيسة الكلدانية لويساكو؟ نعم، هنالك ازدواجية بالتصريحات وأيضا ازدواجية في المواقف، إنه تصريحاتهم تتحدث عن شيء والواقع بالضبط يقول شيء آخر. يعني محاولة إنه إعادة المسيحيين في ظل الظروف إنه أملاكهم ما زالت تسيطر عليها ميليشيات حتى في بغداد وباقي المحافظات، يعني مستحلة، يعني هم احتلوا أملاكهم وصادروها. نعم استحلوا أملاكهم وصادروها، وأيضا عنفوا كثيرا، وخصوصا أيام دخول داعش إلى مدينة الموصل كانوا بين نارين، كانوا بين نار الميليشيات وبين نار داعش. لذلك ظلم كبير وقع على المسيحيين في العراق، و يعني إيهام الرأي العام العالمي أو إعطاء صورة غير واضحة أو غير صحيحة عن ما يحدث في العراق تجاه المسيحيين ومطالبتهم بالعودة في ظل هذه الظروف اللي موجودة الآن، من ظلم ومن يعني سلب أموالهم وسلب عقاراتهم. هذا نوع من الازدواجية من التعامل، والمفروض كان على الحكومة أنه توفر بيئة أساسا للمسلمين اللي موجودين، هي المسلمين ما نايمين بالمخيمات صار لهم 7 سنوات. لذلك هذه ازدواجية بالتعامل، ولا أعتقد أن هنالك رغبة من الحكومة أساسا في عودة أي مسيحي أو حتى أي لاجئ من خارج العراق. نعم، وكل العراقيين يعانون من تداعيات وويلات مشروع التغيير الديموغرافي الذي جاء به المحتل الأمريكي وما بعده المحتل الإيراني. شكرا لك، شكرا جزيلا ضيفي عبر سكايب من اسطنبول، الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل.